عبد الحي يوسف ما بيتكلم في التوحيد وما بيسمح لك انك تتكلم في التوحيد. اتحدى اي امشي على الطيبه واتكلم في التوحيد، اتكلم في المرعب، اتكلم في سيد قطب بتقدر. وتمشي مع عبد الحي ليه انت زاد؟ عبد الحي ده مبتدع، مبتدع ضال تكفير. عنده كتاب اسمه استبداد السياسه في ضوء الكتاب والسنه. قال الحكام الموجودين دول كلهم قال دول كفار، اغلبهم قال كفار. كفار بكفر الحكام هو عبد الحي يوسف. ولا يا جماعه دول ماشيين معاهم، لانه امبارح عمل حلقه في عبد الناي في طيبه، ولا يقول لك الدرس اليوم سنتحدث عن رضا الوالدين. انت امبارح كنت مع المبتدع ده، ده شغل بتاع بدعه يا شيخ. عشان كده ابن عباس قال ما تقعدوا معاه على البدعه دي، ما تقعدوا معاه. لكن الناس اللي ما باعوا الشغل بدري، باعوا الجماعات، جماعات باعوا الشغل بدري، جماعه انصار السنه المحمديه باعوا الموضوع ده زمان واستلموا الفلوس بإحياء التراث. فأنا مسؤول عن الكلام ده قدام أي زول، أنت عشان كده جونا أنصار السنة دي اللي هو جماعة أنصار السنة المحمدية المركز العام، شيخهم اسمه إسماعيل عثمان المهدي، قال كلام باطل، إحنا لن نقول باطل بس ما فيها حاجة، قال كلام غلط نقول غلط، ولا شنو يا جماعة؟ زول غلط، إحنا بنقول غلطان بأدب وأخلاق واحترام وأي حاجة، فهمت؟ الزول ده إسماعيل عثمان المهدي، فهمت؟ بيتكلم سألها الصوفية، قال ما رأيك في الصوفية؟ قال التصوف قال عبارة عن أخلاق فاضلة موجودة في القرآن. أرأيك شنو؟ ده رئيس أنصار السنة المركز العام. ها؟ ده السيد الرئيس يقول كلام زي ده. وباقي لك لما ترجع يقول شنو يعني؟ قال ده موجودين في القرآن. عبارة عن أخلاق فاضلة موجودة في القرآن. عشان كده الناس اللي باعوا الشغل بدري، فهمت؟ وبيعزموا الصوفية كل رمضان. صار السنة المحمدية. احنا بنتحداهم كلهم، الدكتور ده ذاته بنتحداه. كلامك ده يا شيخنا ده تأييد للشرك والكفر والضلال، وده انت بالكلام ده بتكون مبتدع يا اسماعيل عثمان الماح. يا جماعه الالفاظ اللي انا بقولها دي كلها الفاظ شرعيه موجوده في الكتاب والسنه، ذكر الاسماء ده موجود في الكتاب والسنه. انت عشان كده شيخ الاسلام ابن تيميه ها الليلة لما تتكلم انت عن الموضوع ده وعن الصوفية وعن المرعي وعن النقشي انت كويس. فكلام المرعي لما تتكلم في المرعي وفي الكباشي يقوم ليه ده؟ ما بيرضى الكلام ده، الكلام بيحرق قبل الصوفي، قبل الصوفي بيحرق. انت يقول لك لا ما يتكلم، وهذه ليست حكمة. طب اذا مبتدع عشان مبتدع عشان انت لا ظريف، الكلام المرعي واجب. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.